موجة حر استثنائية هي الثانية في أقل من شهر في أوروبا الغربية، حيث تجاوزت درجات الحرارة 40 درجة مئوية في إسبانيا والبرتغال وفرنسا والمملكة المتحدة، الأمر الذي بات ينذر بتداعيات مقلقة على اليابسة والأنهار الجليدية. وتسببت درجات الحرارة المرتفعة في نشوب حرائق بالغابات في البرتغال واليونان، كما شهدت البرتغال 200 حريق وهو أكبر عدد منذ بداية موجة الحر هذه. وقال رئيس الوزراء هناك أنطونيو كوستا إنه يجب أن نكون أكثر حذرا. وفي فرنسا أدت درجات الحرارة المرتفعة أيضا إلى تعقيد مهمة فرق الإطفاء التي تسعى منذ الثلاثاء الماضي في جيروند جنوب غرب البلاد لإخماد حريقي غابات أتيا على نحو 4000 هكتار. وخوفا من اندلاع حرائق أخرى، تم حظر الألعاب النارية للمناسبات الخاصة أو العامة التي تقام تقليديا بمناسبة العيد الوطني حتى مساء الاثنين في جيروند وفي مقاطعة لاند المجاورة. وتزايد موجات الحر في أوروبا هو نتيجة مباشرة للاحتباس الحراري، ويقول العلماء إن انبعاثات الغازات الدفيئة تزيد من قوة موجات الحرارة ومدتها ووتيرتها.